أكد المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد له آثار هامة بالنسبة للدولة، حيث يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية والاتفاقيات التي وافقت عليها مؤخرا بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية. وأوضح رئيس المجلس أن مجال عمل مشروع القانون يقتصر على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين. هذا المشروع المعروض على حضراتكم اليوم دقيق جدا فنيا وقانونيا، وله آثار هامة بالنسبة للدولة، لأنه يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخرا، وهي الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، خاصة وأن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية. وفي هذا الإطار أود أن أؤكد على أن مشروع القانون يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول فقط بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول، ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.